نبات الجرجير المثاني وفوائده العديدة التي لا يعلمها الكثير من الناس. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وكيف حالكم؟ وأتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. إخواني وأخواتي متتبعي قناتنا الأزهار والأشجار، أتمنى أن تضغطوا على أعجبني وحركوا الجرس ليصلكم كل جديد، واشتركوا في القناة إن لم تشتركوا من قبل فضلا منكم وليس أمرا. تنمو نبتة الجرجير المثاني عادة على أرض جافة ومضطربة، إنه مصدر غذاء ليرقات بعض أنواع العت والفراش والنحل. نبات الجرجير الحويصلي من الخضروات الورقية النفاذة التي تشبه الخص ذو الأوراق الطويلة والمفتوحة، وهو غني بفيتامين سي والبوتاسيوم، بالإضافة إلى الأوراق فالزهور وقرون البذور الصغيرة والبذور الناضجة كلها صالحة للأكل. نمت كعشب صالح للأكل وشعبية في إيطاليا منذ العصر القديم، وقد ذكره العديد من المؤلفين الكلاسيكيين الرومان القدماء كمنشط جنسي، وأشهرها في قصيدة نصبت إلى الشاعر الروماني الشهير فيرجل في القرن الأول، الذي يحتوي على السطر والصاروخ الذي ينعش الزهرة نعاس رغبة الجنسية. كان يتم جمع الجرجير تقليديا في البرية أو زراعته في الحدائق المنزلية جنبا إلى جنب مع أعشاب مثل البقندوس والريحان، يزرع الآن تجاريا في العديد من الأماكن، ومتوفر في محلات السوبر ماركت وأسواق المزارعين في جميع أنحاء العالم، كما تم تجنيسه كنبات بري بعيدا عن موطنه الأصلي في المناطق المعتدلة حول العالم بما في ذلك شمال أوروبا وأمريكا الشمالية. تعيق ظروف الصقيع المعتدل نمو النبات وتحول الأوراق الخضراء إلى اللون الأحمر. منذ العصر القديم أضيف الجرجير الخام إلى السلطات، غالبا ما يتم إضافته إلى البيتزا في نهاية الخبز أو بعده مباشرة، كما يتم استخدامه مطبوخا في مدينة بوليا، ويتم استعماله في جنوب إيطاليا لصنع طبق المعكرونة، حيث تضاف كميات كبيرة من الجرجير المفروم إلى المعكرونة بسلسلة الطماطم والبيكورينو المحلية الصنع، وكذلك في العديد من الوصفات البسيطة التي يضاف فيها ويقطع إلى الصلصات والأطباق المطبوخة، وفي الصلصة تعد بقليها بزيت الزيتون والثوم، تستخدم كتوابل للحوم الباردة والأسماك. وفي جميع أنحاء إيطاليا يتم استخدامه كسلطق مع الطماطم ومع أي من البوراتا. وفي تركيا يؤكل الجرجير نيئا كطبق جانبي أو سلطة مع سمك، لكن يتم تقديمه أيضا مع سلسلة الزيت الزيتون، البكر الممتاز وعصير الليمون. وفي سلوفينيا غالبا ما يتم خلط الجرجير مع البطاطس المسلوقة أو استخدامها في الحساء. وفي غرب آسيا وباكستان وشمال الهند تعصر بذور الجرجير لصنع زيت تاراميرا الذي يستخدم في التخليل وبعد التعتيق لإزالة الحموضة كسلطة أو زيت للطبخ، وطعمه يشبه طعم أوراق الفلفل ويرتفع من 20 إلى 100 سنتيمتر. والجرجير متاني هو سنوي، وموطنه الأصلي منطقة البحر الأبيض المتوسط. يدعى جرجير متاني وهو نبات عشبي حولي مزهر ينمو وينتشر بسرعة، كان يجمع قديما من البرية ولكن أصبح من الممكن زراعته في حديقة المنزل، يستخلص من بذوره الزيوت التي تستخدم كزيوت للتشحيم وغير ذلك، وكذلك تستخدم البذور كعلف للحيوانات، والعمر الافتراضي سنويا، ويزدهر في الربيع والصيف والخريف، وقطر التاج 30 سنتيمتر وقطر الزهرة من 2 إلى 4 سنتيمتر، ولون الزهرة أبيض
ومنه الأصفر ومنه الكريمي ومنه الأرجواني الناصع ومنه الأرجواني الباهت ومنه الذهبي، ولون الورقة أخضر ومنه الأزرق، ولون الفاكهة أخضر ولون الجذع أخضر. جرجير متاني ليس من الصعب الاعتناء به، مع الرعاية المناسبة سينمو جرجير متاني الخاص بك بشكل جيد في بيئات معينة، وهو يحب المكان المشمس تماما، ولا بأس بالمشمس جزئيا. وقدرة التحمل للبرد إلى حوالي 18 درجة تحت الصفر، وهو ينبت جيدا في الرمل وفي الطين المتعادل وفي الطين القلوي كذلك. واحتياجاته للماء متوسطة، ويمكن سقيه بانتظام، ولكن لا تدعو الماء يتراكم. وقت الحصاد يحصد أواخر الربيع، ويحصد أيضا في الصيف وفي الخريف وفي أوائل الشتاء، وينتشر ببدر البذور. بعض التصنيفات: هو من جنس الجرجير ومن عائلة كارنبيا ومن الفصيلة الكارنبيا الخردولية والفصيلة الصليبية، ومن طلبي كورنبيات، ومن صف دراسي كاسية البذور، ومن الأسرة في اللغات نباتات وعائية. ويضم العديد من الأنواع النباتية، وهو يتفرع من الجذع، أزهاره خنثوية بيضاء اللون، يتم التلقيح بواسطة الحشرات ومن بينها الفراش والنحل، وتنتج البذور من شهر تموز وحتى شهر أيلول. والنبات يحب الضوء والتربة الرملية، ويفضل التربة المستنزفة، ويمكنه تحمل الجفاف. ينمو في الأراضي المهملة والحقول وبساتين الزيتون والتلال الصخرية، وينتشر في أوروبا وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأوراقها الفتية تؤكل نيئة أو مطبوخة، ولها نكهة التوابل قوية، وكذلك الزهور صالحة للأكل، أما البذور فتستخدم كبهار. هذا وقد أصبح هذا النبات المتوسطي في السنوات العشر الماضية مشهورا للغاية كعنصر هام من عناصر السلطة، وهذا يعني أنه أصبح يزرع في فنلندا. والخصائص الطبية لهذا النبات: مضاد للجراثيم، ومضاد للبث، ومضاد للأكسدة، مسحوق بذور الجرجير، ومدر للبول، ومثير للشهوة الجنسية، زيت البذور الجرجير، ومنبه وفاتح للشهية. ومن أسمائه الجرجير البري والكتاء، والكتاء جرجير متاني، جرجير إسباني، اليهق، الجهق، اليهقان، الحرف، العيهقان، وفي أوروبا يسمى صاروخ. اكتبوا في تعليق ما يسمى بلهجتكم وهل يوجد ببلدتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.